هاي حبايبي، وهلا وصلنا لاحلى فقره وهي فقره المشتريات. رح فرجيكم كل شيء اشتريته من الاكشن. هدول نظارات للفاين نختين، في هاي الطاقيه رح فرجيكم بشكل عشوائي. في هاي الطاقيه كثير حلوه، في اللون الزهري، هاي الطاقيه رجالي كمان، في هاي البيجاما نازله جديد وكثير حلوه، في منها تايجر وفي منها موديل ثاني. هيدول بيتعلقوا على الشجرة كرمال الباي نختن كمان. شو في كمان؟ هي جزة كرمال مكياج، في منها كمان كتير موديلات بالاكشن. هيدا الاكسسوار كمان، هي طاقية رجالية، وصلات شاحن اهم شيء، بطاريات، وهي كمان وصلة شاحن، قداحات، وهي الموديل الثاني كرمال باين نختين للولاد الصغار بيفرحوا بهيك شغلات. كثير طيب نوع هالشوكولا من الاكشن، في عندهم كثير اكلات طيبة بس هذا اكثر نوع نحن بنحبه. وايبس للمكياج، هيدول احلى شيء، فيتامين سي، هذا سيروم للشعر، هذا بالشاي الاخضر مقشر للجسم، كمان فيتامين اي، هذا كريم نهاري وليلي سوا، رح نستعملهم كلهم ونجربهم. كمان وايبس، هذا وايبس بالفحم الاسود كمان بنجربه. خلينا نجرب من جارني ماسك للبشرة، اي لاينر بين كمان ماكس امور، في ماركة ريميل عندهم هي ماسكارا ريميل، الكل بيقول انه هي الماركة كتير كتير منيحة. هذا مقشر للبشرة، فيتامين سي، وهيدا الماسك اللي له رغوة ماسك الفحم. كتير طيب هذا الشبس بالاكشن، طعمه مثل الديربي، بس الديربي اللي عم نجيبه من الاكشن بيكون كتير مرطب مو طيب، فهذا طعمته نفس طعمة الديربي وكتير رخيص، 71 سنت تقريبا. هي قهوة، في شلالات كمان بالاكشن كتير صغار، هدول كتير حلوين، في هذا الموديل وفي موديل تاني له وردي بس حبيت انا هذا الموديل اكتر. هدول لبنوتاتي على الفاين نختين، جبت وحدة الكيس، فيه كيس بسكوت ناشف صغار منشان اللي بيروح على الروضة او بيروح ولاده على المدارس، كتير حلوين، فيه اكتر من كيس. هيدا موديل تاني كمان نفس البسكوت كتير طيب. هيدا البوشار للميكروفيلة للمايكروويف، فيه 3 اكياس بس بتحطوا الكيس بالمايكروويف تشغله 3 دقايق وبيطلع كتير طيب وهو مملح. هاي الكنز التاني طبعا منشان باين نختين، وهيدا الستاند للموبايل بالسيارة، هيدا الكريم للشعر كتير منيح، هي ماركة شفارسكوف كتير منيحة عنا بألمانيا، وهيدا للفلفل مطحنة للفلفل، كلسات نسائية يعني كولون، وهيدا المعطخ الستانلس الغاز والمجلى والبراد مثل كأنه للبصمات أو بينظف، هاي أول مرة رح أجربه. وهيدا للغاز اذا انكبشي على الغاز هو وسخن فينا ننظف فيه الغاز، كمان كتير بيقولوا هاي الماركة منيحة. وهيدا المسحوق للجلاية، لا اكيد هذا لا، وجبت هيدول الشراشف وكمان بلبيسة شراشف. واحلى شغلة احلى شغلة جبتها هي هي، هي بتصير للورود وبتصير للمي، يعني انتو بتختاروا، بس الشغلة الأحلى منها اللي جبتها هو هي الشجرة الجميلة
هي احلى شيء هي بالشلال. وهلا رح فرجيكم المشتريات كلهم سوا شلون صار على التخت عند الجبل. وهي هون بعد ما رجعت من عند اهلي فردتهم كلهم بشكل اوضح. يوم شرحت كنت مأسرعة، يوم فرجيتكم عليهم كنت كتير مأسرعة وما شفتوهم منيح، ورجعت جبت هاي الطاقية البينك وجبت هيدول فراش اسنان ومعجون اسنان، وهيدا قسم السكين كير العناية بالبشرة حطيت لكم اياه لحال مشان فرجيكم عليه بشكل اوضح. وجبت هيدي البلوزة التايجر كتير كتير حلوة، هاي شامبو شتوي من لوريال جبته كمان، هاي شامبو من دوف، جبت هيدا الشامبو مكتوب عليه لونج هير للشعر الطويل، وهيدا الليبستيك لونه بينك شكله كتير حلو، في منه هيدا اللون الأحمر، فيتامين سي مرطب للبشرة ما بستغني عنه سواء سيروم أو كريمات، كريم ليلي ونهاري، فيتامين إي، سكرب للبشرة بالشاي الأخضر، وهيدا سكرب للبشرة عفوا هيداك سكرب للجسم بالشاي الأخضر هذا للبشرة، وهذا ماسك الفحم بالبابل بيطلع فقاعات، كوكونات أويل من جارني كمان هيدا ماسك، وفيتامين سي كمان ماسك من جارني، كتير كتير بحب الفيتامين سي. وهيدي الماسكرة من ريميل، هاي لاينر بين مسكرة ريميل كتير كتير منيحة، هيدا الوايبس لإزالة المكياج جبت منه 3 كياس، بس أحلى شي هذا الكيس اللي هو بالفحم عن جد كتير عجبني. هيدا الليب بالم البنوتات الصغار بنكهات الفواكه مشان تشقق الشفايف، هيدا البسكيتس اللي حكيت لكم عنه هو سادة والسكر اللي فيه كتير قليل كتير طيب حبيته أنا، وهيدا بكل الشعر للقطقوطات الصغار. وهون رحت على ها ام على الاش اوند ام، كان ما جاي عبالي اشتري شي فلقيت هاي اللبسة كانت كتير كتير يعني رخيصة اخدتها، يعني بين هالغراض ما رح تبين، والكركبة والعجقة اللي عندي بالخزاين اوكي قلت بضيفة ما عندي مشكلة، يعني لو ما كانت رخيصة على فكرة ما كنت رح اخدها ولا حاطة ببالي انه اخد شي. وهون كنا نحنا عم نعمل اليبرة اللي صرعتكم فينا يا ورق العنب، اكيد عملنا ورق عنب يعني كرمال نيوش، والله بتفضحنا نايا اذا ما اكلت ورق عنب محاشي، وطلعت الاكل كتير كتير بتشهي ولذيذة بتجنن ما شاء الله ما شاء الله، ليكم احلى منظرة. يلا الكل يتفضل الكل يمد ايده، حتى ما تقولوا انه انا ما بعزمكم، بالعكس انا كتير 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 ما عندي مشكلة، تفضلوا كلياتكم اهلا وسهلا. هلا احنا عم ناكل محاشي ويبرة مثل ما قلت لكم امبارحة، وهون رحت على الصالون عند اخي مشان اعمل خصل لشعري، هو عنده التست الاخير مثل ما قلت لكم بعد شهرين، فكنا عم نعمل بروبي سايت يعني تجربة، بس طلع اللون والشغل بجنن طبعا بعد 4-5 ساعات ليك، والورق على راسي شعري كتير 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 طويل وكتير تعذب، الله يسلم ايديك يا اخي. وهون كانت النتيجة النهائية، عاشوا معي بلا شعراتي الحلوين اللي بجننوا. قرب مني انا نقطة ضعف الحنية، ما بجيب العند ما بجيب العند، الحب الحب كله على بعضه ما بشيله من لولا وجودك القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك. احنا مرحله الفطور مثل ما شايفين كيكتي عملت لنا فطاير وشوكولاته وخيار ولبنه وجبنه ومقدوس وبيض وهدول، وهذا هو اليوم فطورنا، ف انا بحبكم كثير.